جيش دخل سيناء 2011 في فبراير ومارس 2011 في عقاب اللي حصل، وتواجد في المنطقة ديت هو والشرطة في اقتتال مع القوى الشر والتطرف من ساعتها لغاية النهاردة. طب التمن كان كبير طبعا، مش فلوس مش أموال، لا ده دم ومصابين وشهداء. يعني حرب في سيناء وبناء في كل حتة فيك يا مصر، عشان محدش يعطلنا ولا يعوق حركتنا والبلد تطلع لقدام. مصر لن تتردد أبدا في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان، أي معسكرات هيتم التدريب فيها لتوجيه ضربات لينا في مصر احنا هنقوم بضربها داخل مصر طبعا وخارج مصر. اللي اتعمل في الحرب دي ما يقلش ابدا عن اكتوبر، صدقوني. وانا مش بقول كده عشان نعظم اللي احنا عملناه، انا ما عملناش حاجه، اللي عمل كده ابناء مصر. مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبداً بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر. الحمد لله رب العالمين مفيش إرهاب. ورجعنا لحضراتكم، ومنورنا الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية، بنتكلم في التجربة المصرية لمكافحة الإرهاب، وشوفنا التقرير وسيادة الرئيس وكلماته اللي عادتنا لكل اللي عشناه. يعني اسمحي لي قبل ما نبدأ نستكمل الأسئلة، يعني أحيي حضرتك وفريق العمل الحقيقة على هذا المقطع في المصور اللي الحقيقة متميز للغاية بكونه يعني رصد ووثق كل كلمة السيد الرئيس قالها، منظومة كنت اتكلمنا في جزء منها في البداية، وحضرتك بتسأليني سؤال بتاع مراهنة الرئيس على الشعب المصري. أي. لكن الحقيقة هذا المقطع المصور اللي شفناه وفي هذا التجميع المميز الحقيقة هو اللي جاوب على الجزء الثاني من السؤال، ان كان السيد الرئيس بيتحدث مع الشعب المصري يكاد يكون يشرح استراتيجية الدولة المصرية بغاية الوضوح والشفافية زي ما شفناها في هذه الكلمات. هي دي كانت خطة الدولة المصرية بهذا الوضوح، حجم الالتفاف المصري والتأييد المصري الشعبي لقيادته السياسية الحقيقة اتبنى في هذه المحطات. الرئيس كان بيقول لنا، لو انا كنت وقتها المواطنه اللي قاعده بتفرج على التلفزيون، ان احنا كلنا شركاء في هذه المعركه. بالزبط. احنا مش مفعول به بيتلقى بيانات أخبار وبيانات. بالزبط. لا احنا بالزبط. شركاء في هذه المعركه. عشان كده برضو قبل ما نرجع نستكمل سياق حديثنا، عايزين العالم كله وقف قصاد المصريين لما كان بيبقى فيه قنبله في الشارع والمصريين ينزلوا يحوطوا القنبله ويحوطوا قوات مكافحة التفجيرات والإرهاب، وبعدين أول ما يفكوا القنبلة يسقفوا ويزغرطوا والشبابيك تزغرط. عايزين ده مشهد غير مسبوق. يعني ما بقول لحضرتك، يعني القيادة السياسية أنها تتحدث مع الشعب المصري بهذا النوع من الأحاديث اللي هي أحاديث متخصصة للغاية، لكن كان مهارة السيد الرئيس أنه كان بينقلها للمواطنين وبيضعهم في قلب الحدث وفي قلب ما تقوم به الدولة المصرية، وأنه حتى بيقول يعني كل هذا الجهد اللي هو فعلا يماثل حروب زي حروب أكتوبر والحروب اللي خاضتها الدولة المصرية، لكن من قام ونجح وانتصر في هذه الحرب هم أبناء الشعب المصري من الضباط والجنود اللي طول الوقت كانت الدولة المصرية بتشد على أيديهم، يعني بنشعر بفخر كبير إن أولادنا دول هم أصحاب هذه التجربة وأبطالها وأصحاب هذا الانتصار.